أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي، أهلا بكم في سلسلة دروس الفيزياء. إحنا لسه في الوحدة الأولى اللي هي الكهربية التيارية. إحنا بفضل الله تعالى النهاردة هنبتدي الفصل الثالث اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. أول درس فيه هي تجربة فاراداي. قبل ما نبتدي الفصل الثالث، تعالوا نفتكر احنا كنا بنقول ايه في الفصل الثاني. احنا في الفصل الثاني كنا بنجيب التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، وابتدينا الفصل الثاني بتجربة اورستيد. تجربة اورستيد كانت بتقول ان لما مر تيار كهربي في سلك بجوار بوصلة مغناطيسية، البوصلة المغناطيسية اتأثرت بالمجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربي اللي مر في السلك فاتحركت من مكانها. أو بمعنى آخر، إن التيار الكهربي اللي بيمر في سلك التيار الكهربي اللي بيمر في سلك بيولد مجال مغناطيسي. تعالوا بقى نسأل نفسنا السؤال اللي بالعكس. طب أنا لو عندي مغناطيس هيولد تيار كهربي في سلك؟ لو أنا عندي مغناطيس هيولد تيار كهربي في سلك؟ ده اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. صراحة لو أنا جبت مغناطيس وقربته من سلك لوحده كده مش هيكون لي تيار كهربي في السلك. لكن فاراداي عمل تجربة مختلفة. التجربة المختلفة دي قال لك إيه؟ قال لك بص، أنا هجيب ملف من السلك معزول، والملف دوت هوصله بجلفانوميتر. نظرا إن أنا ما عنديش قوة دفع كهربية في الدايرة دهيت، فالطبيعي إن أنا ما عنديش تيار كهربي. فيبقى في الحاله ديت الجلفانوميتر المؤشر بتاعه منطبق على الصفر، يعني مفيش تيار كهربي. فاراداي راح جاب مغناطيس له قطب شمالي وقطب جنوبي، وراح محركه قرب الملف. لما حركه قرب الملف بحيث انه كما لو كان انه داخل على الملف، لقى ان في اللحظه اللي المغناطيس داخل فيها على الملف بيكون تيار لحظي في الملف. يعني معنى الكلام ده يعني حصلت قوة دفع كهربية لحظية داخل الملف أوجدت لي تيار داخل الملف. تمام؟ لما المغناطيس استقر جوه الملف والدنيا بقت بخير، التيار ده وقف. فاراداي راح سحب المغناطيس. يعني كما لو كنت ان انا شلت المغناطيس تاني من جوه الملف، في اللحظه اللي شال فيها المغناطيس من جوه الملف، يعني خد المغناطيس وسحبه، في اللحظه دي اتولد تيار في الملف، وكان اتجاه التيار ده عكس اتجاه التيار الاولاني. يعني لو كان التيار الاولاني جاب لي المؤشر كمثال مثلا في الاتجاه ده، التيار التاني وانا بسحب الملف أو بسحب المغناطيس جاب لي التيار في الاتجاه التالي. من هنا فاراداي استنتج إيه؟ قال لك المغناطيس لوحده مش هيولد تيار كهربي في السلك أو في الملف. المغناطيس لوحده مش هيولد تيار كهربي في السلك أو في الملف. لكن لو إن المغناطيس ده بيتحرك بالنسبة للملف، لو المغناطيس ده بيتحرك بالنسبة للملف، هيتولد تيار كهربي أثناء حركة المغناطيس. طب هو المغناطيس لما بيتحرك بيحصل إيه؟ المجال المغناطيسي اللي حوالين المغناطيس ده بيبتدي يا إما إنه يزيد في داخل الملف، يا إما إنه ينقص داخل الملف. يعني معنى الكلام ده إيه؟ يعني معنى الكلام ده هو إن في تيار هيحصل في الملف، بس مش نتيجة لوجود مجال مغناطيسي، نتيجة لوجود تغير في المجال المغناطيسي بالنسبة للسلك. نتيجة لوجود تغير في المجال المغناطيسي بالنسبة للسلك. ده باختصار تجربة فاراداي. فبيقول لك إيه؟ قام فاراداي بإعداد ملف من سلك من النحاس، لفاته معزولة عن بعضها البعض. عندما انتهى من إعداده، قام بتوصيل طرفيه بجلفانوميتر حساس صفر تدريجه في المتصل. عندما أدخل فاراداي مغناطيس في الملف
لما دخلت مغناطيس كمثال مثلا من القطب الشمالي، لاحظ اثناء ادخاله ان مؤشر الجلفانوميتر ينحرف انحرافا ايه؟ لحظيا. يعني هو داخل بص المؤشر بينحرف كمثال مثلا على اليمين هنا اهو. عند اخراج فاراداي المغناطيس وانا مخرج المغناطيس المؤشر بينحرف فين؟ في الاتجاه العكسي. بعد اخراج فاراداي المغناطيس من الملف لاحظ اثناء اخراجه ان مؤشر الجلفانوميتر ينحرف في اتجاه المضاد. يعني انا وانا داخل القطب الشمالي انحرف المؤشر مثلا في اليمين، وانا خارج بالقطب الشمالي انحرف المؤشر في العكس في الناحيه الشمال. ماشي. طب لو عكست المغناطيس، لو عكست المغناطيس هيحصل العكس. لو انا داخل بالقطب الجنوبي هينحرف في الشمال، ولو انا خارج من القطب الجنوبي هينحرف لليمين. تمام. طيب فهنا هو عندما ادخل فاراداي المغناطيس في الملف لاحظ ان اثناء ادخاله ان مؤشر الجلفانوميتر ينحرف انحرافا لحظيا في اتجاه معين. وعند اخراج فاراداي المغناطيس من الملف لاحظ اثناء اخراجه ان مؤشر الجلفانوميتر ينحرف في الاتجاه المضاد. طيب هذه الظاهره اطلق عليها اسم الحس الكهرومغناطيسي. حس يعني ايه؟ يعني انا بزقك. خلاص؟ فالتغير في الفيض المغناطيسي ده زق الشحنات اللي موجوده في الملف فاوجد لي قوه دفعه كهربيه، اوجد لي تيار كهربي. فده الحس، انا بزق. ونظرا ان الحس ده جاي من التغير المغناطيسي فهو مغناطيسي. ونظرا انه بيوجد لي قوه دفعه كهربيه فهو كهربي، فهو بنسميه الحس الكهرومغناطيسي. انا بزق التيار الكهربي عن طريق تغير الفيض المغناطيسي، الحس الكهرومغناطيسي. فظاهره وجود قوه دفعه كهربيه نتيجه لتغير الفيض المغناطيسي، الظاهره دي هي تسماها فاراداي الحس الكهرومغناطيسي، او اللي هي بيسميها تتولد قوه دفعه كهربيه مستحسه او induced electromotive force. يبقى القوة الدفع الكهربية اللي اتولدت عندي بنسميها القوة الدفع الكهربية المستحسة، أو اللي احنا بنسميها إيه؟ الإنديوز إلكتروموتيف فورس. الإنديوز إلكتروموتيف فورس أو القوة الدفع الكهربية المستحسة دي بتولد لي تيار مستحس، فكذلك يتولد تيار كهربي مستحس في الملف أثناء إدخال المغناطيس أو إخراجه. يبقى أنا حركة المغناطيس داخل أو خارج الملف بتوجد لي حاجه بنسميها الحس الكهرومغناطيسي. الحس الكهرومغناطيسي دوت بيولد لي قوه دفعه كهربيه مستحسه، القوه الدفعه الكهربيه المستحسه دي بتمرر لي تيار كهربي مستحس في الملف. واضح لحد كده؟ طيب وكذلك يتولد تيار كهربي مستحس في الملف اثناء ادخال المغناطيس او اخراجه، بحيث ايه بقى؟ يكون رد الفعل، رد فعل ايه؟ رد فعل التيار ده انه هيولد لي مجال مغناطيسي، رد الفعل بتاعه في الاتجاه الذي يعارض الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا التيار الكهربي اللي هيمر في الملف دوت هو نفسه بيولد مجال مغناطيسي. مش انا لو انا عندي ملف بيمر فيه تيار كهربي باستخدام برديمة اليد اليمنى، لو انا حطيت اربع صوابعي في اتجاه التيار يبقى ده اتجاه المجال المغناطيسي، يبقى ده الشمال بتاعه وده الجنوب بتاعه. حلو قوي. انا بقى القوة الدفعة الكهربية المستحسة ده هي اللي بتولد لي تيار مستحس، ده هو بيولد لي مجال مغناطيسي مستحس. المجال المغناطيسي المستحس ده بيعارض التغيير في المجال المغناطيسي، مش بيعارض المجال المغناطيسي. خلي بالك من النقطه دي كويس قوي، هو مش بيعارض المجال المغناطيسي على اطلاقه، لا ده بيعارض التغيير في المجال المغناطيسي. يعني ايه؟ يعني انت داخل عليا هنا بالقطب الجنوبي، يعني انت عايز تزود القطب الجنوبي، لا طب بص بقى انا هقابلك بقطب جنوبي من ناحيتي. هنا القطب الجنوبي ده عباره عن انه المجال المغناطيسي داخل فيه،
فانا هعمل لك هنا مجال مغناطيسي داخل هنا، هعمل دوت برضو قطب جنوبي. طب عشان اعمل قطب جنوبي وقاعدة اليد اليمنى، تعال ادي ده التيار اهو، احضن التيار ده بالاربع صوابع بايدك اليمين، هيكون ده اتجاه التيار ده اللي يولد لي مجال مغناطيسي، ده الشمال بتاعه وده الجنوب بتاعه. اصبح عندي هنا جنوبي قصاد جنوبي بيتنافروا، يعني انا داخل بالمغناطيس بالقطب الجنوبي، انا هولد لك تيار مستحث يولد لي قطب جنوبي في وشك. يبقى انت عايز تدخل المغناطيس بالقطب الجنوبي، انا بمنعك انك تدخل المغناطيس بالقطب الجنوبي. يبقى الفعل ايه؟ في اتجاه يعارض الفعل. تمام؟ ده لو المغناطيس داخل. طيب لو المغناطيس خارج. المغناطيس خارج، لا ده انا ماشي، خلاص انت مش عايزني، طب انا همشي. يوم الملف، لا والله، لا تعالى تعالى. انا بعارض ان انت تروح بعيد. يبقى رد الفعل انا بعارض انك تروح بعيد. طب لو انا بعارض انك تروح بعيد، يبقى انا ايه؟ انت بتخرج المغناطيس، طب انا هوجد لك هنا قطب شمالي عشان يجذبك. انا المره دي بقى هعمل لك قطب شمالي هنا عشان يجذبك. يبقى انا وانا ببعد المغناطيس، رد الفعل بتاع الفيض المستحث ان هو بيحاول يمنع ابعاد المغناطيس، فيقوم يعمل كما عايز يجذبه، عايز يجذبه، يبقى يخلي لي ايه؟ الناحيه ديت قطب شمالي. طب لو الناحيه دي قطب شمالي، يبقى اتجاه التيار ايه اللي يخلي لي الناحيه دي قطب شمالي؟ قاعده المغيبه اليد اليمنى اتجاه التيار اهو. نلاحظ ان اتجاه التيار المره دي عكس اتجاه التيار المره دي. يعني هنا التيار كان ماشي في الاتجاه ده، يعني ده كما لو كان ان ده موجب وده سالب، بحيث ان التيار يمشي كده كده ويكمل في الملف. هنا بقى التيار اتعكس، التيار بقى كده اهوت، فده بقى موجب وده بقى سالب، بحيث ان التيار بيمر كده، يبقى انا ماشي عندي هنا اهوت ويلف بالشكل ده، يخلي لي ما يناظر ان ده قطب ايه؟ شمالي. القطب الشمالي ده يحاول يجذب القطب الجنوبي اللي رايح بعيد اللي هيمشي. يبقى انا اساسا رد الفعل بتاع القوة الدفع الكهربية المستحثة والتيار المستحث انه بيولد لي مجال مغناطيسي يقاوم التغيير اللي موجود. انت داخل عليا بقطب جنوبي، انا هعمل لك قطب جنوبي في وشك عشان امنعك انك تدخل. انت واخد القطب الجنوبي ورايح بعيد، لا ده انا هعمل لك قطب شمالي يعني عشان اجذبك ما تروحش بعيد. يعني باختصار شديد جدا، انا لا طايقك ولا استغنى عنك. انا لا طايقك، ساعة ما بتيجي تدخل بمنعك، ساعة ما تيجي تمشي لا انا مش مستغني عنك. تمام؟ يبقى هنا وكذلك يتولى التيار الكهربي مستحث في الملف اثناء ادخال المغناطيس في الملف او اخراجه، بحيث يكون رد الفعل في اتجاه ايه؟ يعارض الفعل. فاذا كان المغناطيس يدخل، فان المجال المغناطيسي المستحث يعمل على مقاومه ادخاله. واذا كان المغناطيس يخرج، فان المجال المغناطيسي المستحث يعمل على استبقاء المغناطيس او جذبه للداخل. تمام؟ طيب يعني معنى الكلام ده ايه؟ لو عندي مغناطيس وما بيتحركش، سرعته بتساوي صفر، وعندي ملف، في الحاله دي هل هيبقى في اي تيار في الملف؟ لا. ليه؟ لان المغناطيس ما بيتحركش من مكان، فهيبقى التيار عندي هنا عند الصفر. طب جبت المغناطيس بالقطب الشمالي هنا اهوت وداخل بيه على الملف، انا جاي القطب الشمالي وداخل على الملف، لا 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 ما تجيش، اقوم اعمل لك ايه؟ اقوم اعمل لك قطب شمالي هنا اهوت، اقوم امرر قوه دفع كهربيه مستحثه تولد لي تيار، التيار ده يكون في الاتجاه ده، بحيث ان انا لما اجي بقاعده البريمه بتاع اليد اليمنى، ادي ده اتجاه التيار، يبقى ده اتجاه المجال المغناطيسي، يبقى ده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي بتاع الملف. طيب بدل ما ادخل بالشمال دخلت بالجنوبي، دخلت بالجنوبي وداخل على الملف، ايه اللي هيحصل؟ العكس، ان انا هيجي هنا
هيبقى القطب ده هيبقى هيتحول لقطب جانبي مستحث. قطب جانبي مستحث يعني ايه؟ يعني ده الشمالي وده الجنوبي، يعني التيار هيتعكس اتجاهه، يعني بدل ما هو كان نازل لتحت هنا هيبقى طالع لفوق كده. تعالى ببريمة اليد اليمنى هتلاقي ان اتجاه المجال المغناطيسي بتاعك كده، يعني ده شمالي وده جنوبي. يبقى انا عندي دوت موجب وده سالب، يبقى اتجاه التيار هنا هو هيتعكس، يبقى في عكس الاتجاه. يبقى انا لما غيرت القطب اللي انا داخل بيه من شمالي لجنوبي، اتجاه التيار المستحس اتغير. طيب خلينا في نفس الشمالي ده هو، انا كنت هنا وبسحب المغناطيس بعيد، بسحب المغناطيس بعيد هيقوم يتولد لي قوة دفعة كهربية، تولد لي مجال مغناطيسي مستحس، تحاول تمنع ان هو يروح بعيد، تحاول نمنع انه يروح بعيد، يعني عايزة تجذبه، تقوم تخليه ده قطب جنوبي. عشان دي تبقى قطب جنوبي يبقى انا عندي التيار الكهربي بيمر في الاتجاه ده هو، على حسب قاعدة اليد اليمنى تبقى ده الشمالي وده الجنوبي، يبقى ده اتجاه المجال المغناطيسي. تمام، يبقى معنى الكلام ده ان التيار هنا هو ده داخل وهنا خارج، يبقى اهو يبقى دي اتجاه قطب، يعني التيار عكس مكان لو كان القطب الشمالي ايه داخل، او زي مكان لو كان القطب الجنوبي هو اللي ايه اللي داخل. تمام، طيب الكلام دوت قعد فاراداي يفكر فيه، راح توصل لايه بقى؟ بعد تفكير توصل فاراداي لان القوه الدافعه الكهربيه المستحسه وكذلك التيار الكهربي المستحس بيتولدان في الدائرة كنتيجة لقطع لفات السلك خطوط الفيض المغناطيسي أثناء حركة المغناطيس. لازم أن يكون المغناطيس إيه؟ بيتحرك، أو بمعنى آخر أن الفيض المغناطيسي بيتغير مع الزمن. تمام؟ يبقى القوة الدفع الكهربية بتاعت المستحسة بتتناسب مع معدل تغيير الفيض المغناطيسي بالنسبة للسلك. تسأل الكلام ده بيقول لك ايه؟ ضع علامة صح امام الاجابة الصحيحة. تنحرف ابرة الجلفانوميتر المتصل طرفها بملف لولبي عند اخراج المغناطيس من الملف بسرعة، وذلك لان عدد اللفات الملف كبيرة. لا، يقطع الملف خطوط الفيض المغناطيسي. بس استنى نقرا بقيه الاجوبه. عدد الملفات قليله؟ لا. عدد الملفات مناسبه؟ لا. يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ تنحرف ابره الجلفانوميتر المتصل طرفها بملف لولبي عند اخراج المغناطيس. ليه؟ لانه في الحاله دي بيقطع الملف خطوط الفيض المغناطيسي. فلما الملف بيقطع خطوط الفيض المغناطيسي بيتولد قوه دفعه كهربيه عكسيه، القوه دفعه كهربيه العكسيه ده او المستحسه بتولد لي التيار المستحس. يبقى عشان التيار ده هو ده اللي بيخلي لي الجلفانوميتر بتاعي الابره بتاعته ايه تتحرك. تنحرف ابره الجلفانوميتر المتصل طرفها بملف لولبي عند اخراج المغناطيس من الملف في اتجاه عكس انحرافها عند ادخال الملف، وذلك ليه؟ لتولد تيار مستحس اتجاهه عكس اتجاه التيار عند ادخال المغناطيس. من حيث المبدا الاجابه دي صح، بس نقرا بقيه الاجابات. لتوليد تيار كهربي؟ لا، ما هو تولد تيار كهربائي في الدخول وتولد تيار كهربائي في الخروج، مش صح. لنقص عدد خطوط الفيض المغناطيسي، ماشي، ما نقص عدد خطوط الفيض المغناطيسي هو بيولد لي قوه دفع كهربائي بيولد، لكن هو ما بيقوليش هو ده عكس ولا مش عكس، انما يبقى العكس لتوليد تيار مستحس اتجاهه عكس اتجاه التيار عند ادخال المغناطيس. تغيير عدد خطوط الفيض المغناطيسي لعدم تغيير خطوط الفيض المغناطيسي، الاجابه عندي تكون. طيب تختلف القوة الدفع الكهربية المستحسة المتولدة في ملف عند إدخال أو إخراج مغناطيس منه نتيجة لاختلاف إيه؟ قوة الدفع الكهربية تختلف نتيجة شدة التيار؟ لا، ده التيار هو اللي بيتوقف على قوة الدفع الكهربية. يبقى شدة التيار وطول السلك وعدد خطوط الفيض، لا، من حيث المبدأ دي ما تنفعش. قوة المغناطيس وسرعة حركة المغناطيس وعدد اللفات، قوة المغناطيس تديني يعني الفيض المغناطيسي قد إيه؟ سرعة حركة المغناطيس تديني هو معدل التغير الفيض المغناطيسي قد ايه؟ عدد اللفات هو انا كل لفه بتولد لي قوه دفعه كهربيه، يبقى عدد اللفات يبقى عدد كل ما يزيد كل ما تزيد قوه دفعه، يبقى اظن ان الاجابه صح، بس نكمل القرايه.
مساحة مقطع الملف وكتلة واحد أطول. أنا مالي أمال واحد كتلة واحد أطول؟ أنا ماليش دعوة بكتلة واحد أطول. نوع مادة السلك، هو نوع مادة السلك هتوقف عليه التيار صحيح وكل حاجة، لكن مش هتوقف عليه القوة الدفع الكهربية. طيب طول الملف وعدد اللفات ونوع المغناطيس، طول الملف وعدد اللفات ونوع المغناطيس، لا مش هتفرق. كثافة القطب المغناطيسي والزمن وشدة التيار، لا. يبقى إذا الإجابة بتاعتنا هتكون ب اللي هي قوة المغناطيس وسرعة حركة المغناطيس وعدد لفات الملف. بالشكل دوت يبقى احنا كملنا الدرس الأول في الفصل الثاني.